وكان معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية قد اجتمع اليوم مع سعادة السيد أليستر بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة، وذلك على هامش زيارته لمملكة البحرين لترأس وفد المملكة المتحدة في اجتماع فريق العمل البحريني البريطاني المشترك. وخلال اللقاء رحب معالي وزير الخارجية بسعادة السيد أليستر بيرت معربا عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربطها بالمملكة المتحدة والتي تستند إلى سنوات طويلة من الصداقة المتميزة والعمل الثنائي، وتتسم دوما بالتقدم والتطور على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكدا معاليه حرص المملكة على مواصلة التنسيق المشترك مع المملكة المتحدة واستمرار تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه أكد سعادة السيد أليستر بيرت حرص المملكة المتحدة على تطوير العلاقات والتعاون المشترك مع مملكة البحرين ومواصلة العمل الثنائي في المجالات المختلفة واستمرار التشاور بين الجانبين وتبادل وجهات النظر حيال كافة التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، منوها بما تقوم به مملكة البحرين من دور مهم في ترسيخ الأمن والسلام، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.